السيد الأمين العام، شنو رأيكم في هذه المقاربة اللي قامت بها الدولة المغربية، أو إن صح التعبير الحكومة المغربية، في تعاملها مع هذا الحراك أو بما يسمى باستعمال السلطة المفرطة؟ اولا هذه المقاربه اللي استعملت مؤخرا هي كتنافى مع المبادئ اللي كيحملها المغرب واللي نص عليها الدستور وتوجيهات صاحب الجلاله، اللي كيمشي على اننا خصنا ناخذ بيد الفئات الضعيفه، الفئات الاجتماعيه الهشه، في العديد من الخطط ديالو ان خصنا نتعاملوا معهم بواحد الحوار، نشوفوا نلبيو لهم الحجيه ديالو، ولكن ليس عن طريق استعمال القوى المفرطه. لان المغرب تنعرفوا حنا واحد البلد ديمقراطي، بلد ديال يعني الحريه ديال التعبير، الحريه ديال التظاهر، ما يمكنناش نقمعوها بهذا الاسلوب هذا، لان كاين الحمد لله كاين القضاء، كاين الامن الحمد لله، اللي كيمكن اي واحد خالف القانون وخرج على الاطار ديال التظاهرات السلميه اننا نقدموه للمحاكمات. فالحمد لله الدستور ديالنا اذا كان كينص على حريه التظاهر وحريه التعبير، فهذا ما كيعنيش اننا نقمعوا الناس باساليب ديال اساليب مفرطه اللي هي كتخرق الحريه ديال التعبير، لان القانون سيد الجميع. فحتى لو كانت شي تظاهرات خرجت على الاطار السلمي ديالها ينبغي تقديم هؤلاء للمحاكمات. وحنا كنشوفوا الحمد لله القضاء غادي في التوجه، الامن الحمد لله حتى هو غادي في التوجه. يمكن كتكون بعض الهفوات خصنا نتجاوزوها وخصنا نخدموا القانون، وحتى الناس اللي كيتظاهروا خصهم يمشيو في اطار المشروعيه، في اطار القانون، ماشي في اطار الفوضى، لان الفوضى ما صالحاش للجميع. مزيان نعبروا عن المطالب الاجتماعيه ديالنا بطرق سلميه بطرق حضاريه، شيء مقبول، ونديروا حوارات ونتواصلوا حنا كاحزاب مع جميع الفئات الاجتماعيه في اي جهه في اي مدينه، نشوفوا المطالب الاجتماعيه ديالو. حتى الحكومات هي كذلك خصها تنزل عند الناس وتشوف شنو المصالح ديالهم، شنو المطالب ديالهم، وتمشي في حلول سلميه. والمتظاهرين هما يكونوا خصهم يكونوا في المستوى اللائق، كما معروفين المغاربه الحمد لله مغاربه ديال التطور، ديال افق، ديال الالفيه الثالثه، انهم في اطار الدستور الجديد، في اطار هذا خصهم يمشيو بطرق سلميه، في اطار الحوار، الحوار البناء، وفي اطار المطالب المشروعه، وفي اطار واحد المفهوم، واحد المنظوم سلمي، لا للعنف، لا بالنسبه للحكومه، لا بالنسبه للمتظاهر. اولا التنسيقيه هي شيء من الناحيه الاجتماعيه شيء مطلوب في اطار الحوار والتحاور مع مؤسسات، لا حكومه ولا احزاب ولا، ولكن حنا ملي كنديروا التنسيقيه ماشي الغايه ديالنا هو اننا نفرضوا التنسيقيه، واحد الاطار ديال الحوار، ديال المناقشه، باش نوجدوا الحلول. وانا المساله ديال جراده مساله ماشي مساله كهرباء، اكثر من كهرباء، مساله ديال الشغل، ديال السكن، ديال الصحه، ديال العمل، هي هذه هي الامور المتطلبات الحقيقيه. اما مساله ديال الضوء، مساله ديال الضوء ماشي هي اللي غتحل المشكل ديال الجراده. الجراده خصنا نوجدوا الفرص الشغل للساكنه ديالها، خصنا نوفروا لهم الصحه، خصنا نوفروا لهم التعليم، خصنا نوفروا لهم السكن. هذه مطالب اللي هي مطالب اساسيه لاي مجتمع ولاي فئه معينه داخل اي ساكنه معينه. اما الكهرباء انا كيبان لي هذا اطار ما يمكنناش، لان هذا كنفرضوا شي حاجه في المغرب ما يمكنش نمشيو فيها، لان الكهرباء جميع المدن وجميع ساكنات المغرب تؤدي الواجبه ديال الكهرباء، لان كاين شركات، كاين اتفاقيات في اطار المرافق اللي كتبرم مع الجماعات الترابيه. هذا موضوع خارج على التنسيقيه، التنسيقيه خصها تدير شي حاجه اللي هي مشروعه واللي هي معقوله، والحكومه خصها توجد حلول. الحلول ماشي هو الكهرباء، الحلول انها توفر للساكنه ديال جراده الشغل، توفر لهم السكن، توفر لهم الصحه، وتوفر لهم التعليم. فلهذا انا كنشوف لا من التنسيقيه ولا من الحكومه راه خصهم يعالجوا الامور في اطار التوابيت، في اطار التوابيت اللي خصها توفر للجميع. هذا هو المفهوم اللي كنبغيو. وحنا راه كاينه واحد بعض الفئات ديال الحزب اللي هما تما كيشتغلوا، وكنمشيو نحاولوا نجدوا شي حلول اللي هي غتحل المشكل عام، وماشي في جراده، راه المغاربه كاملين، راه المغاربه كلهم محتاجين للمطالب الاجتماعيه اللي حقق لهم مطالب السكن، خاصه السكن. السكن دابا الان
البيت كيلعب دور باش يكون استقرار داخل الأسر، داخل الأفراد، داخل المجتمع. لابد من توفير السكن للجميع بواحد الثمن اللي هو معقول، واحد الثمن اللي يكون كيتراوح ما بين 10 حتى 13 مليون باش نوفروا السكن للجميع. ومن بعد ما كتوفر البيت للجميع، من بعد كتوفر له العمل، سواء خصنا نبحثوا على العمل، لا سيما ان جرادا كانت تتوفر على واحد المعمل ديال الفحم، وهذاك المعمل دابا هذا مشى للمده، خصنا نوجدوا شي حل، نعاودوا نشوفوا هذا المعمل واش يمكن يتشغل، اما في اطار واحد الشراكه مع الخواص عن طريق التفكير في واحد الاطار جديد اللي بين نشغلوا ديك المعمل، او ايجاد معامل اخرى اللي يمكن تشغلنا ديك السكينه اللي الان هي كتعاني مع عدم توفر فرص الشغل. هادو هما المطالب الاساسيه. اما مساله الكهرباء، حنا المغاربه كنا كنضويو في ايامات الاستعمار هي بالشمع وبالقنديل، حتى جبنا وحققنا المبتغى ديالنا. حنا المبتغى ديالنا هو السكن، الصحه، التعليم، الشغل. شكرا سيدي.